نرحب بحضراتكم من جديد، وكالعادة بنبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان دور العلم والتكنولوجيا في الحروب الحديثة، في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكافة الأنشطة العلمية والبحثية اللي بتتم بكافة هيئات وإدارات القوات المسلحة. كمان امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث اللي حصلت، اهمها طبعا اجتماع مجلس المحافظين واللي تم فيه مناقشه عدد من الملفات والقضايا المهمه زي ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهوريه، وكمان تنفيذ المبادره الرئاسيه للتشجير، ده غير اجتماع رئيس الوزراء لمتابعه تنفيذ تكليفات سياده الرئيس بتعظيم القيمه المضافه للثروات التعدينيه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين واللي تم فيه مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة. خلال الاجتماع قال رئيس الوزراء إن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي. ده غير كمان إن مجلس المحافظين تناول المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، ووجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين. برضه امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات الكوارتز والرمال البيضاء، وده في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية وتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر. امبارح برضه عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه تنفيذ تكليفات الرئيس الخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية. الاجتماع استعرض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق تواجد الذهب والعناصر المشعة والمعادن. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتعديل قانون بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر بما يضر بمصالحها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه مفيش أصلاً تعديلات على القانون، وإنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها. أيضا أمس أكاديمية الشرطة نظمت دورات تدريبية ل 133 متدرب من الدول الأفريقية في عدد من المجالات الأمنية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. برامج تدريبية وتعليمية متطورة يتلقاها الكوادر الأمنية الأفريقية داخل المنشآت التدريبية والتعليمية الأمنية المصرية في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم القدرات الأمنية للأشقاء الأفارقة لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبهم. من هذا المنطلق استضاف مركز بحوث الشرطة 133 كادراً أمنياً أفريقياً تلقوا برامج تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني مواكبة لأحدث المستجدات. الدورات التدريبية جاءت بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة لدعم قدراتهم الأمنية بأسلوب علمي متطور على يد نخبة من الخبراء والمختصين في كافة المجالات الأمنية عملياً ونظرياً. We'll be having classes on how to look out for traces, how to take traces from the scene, and how to look out for contact at the crime scene. We've also been taken to the labs to get a first-hand experience of how to examine these traces collected at the scenes. اكتسبنا مزيد من المهارات، مزيد من العلوم، مزيد من المعرفة المتطورة والمتقدمة التي تؤهلنا أن نكون سفراء لكم إن شاء الله عند عودتنا إلى ديارنا. Le laboratoire scientifique avec les différents experts, j'ai été également impressionné par le haut niveau de préparation de ces experts. المتدربون من الكوادر الأمنية الأفريقية
أثنوا على البرامج التدريبية الأمنية المصرية وعلى المدربين ومهاراتهم واحترافيتهم، مؤكدين على دور تلك البرامج في رفع كفاءتهم الأمنية التي تسهم في تحقيق الأمن في بلدانهم. Je suis satisfait de l'opportunité de participer à ce stage qui m'a permis d'acquérir des connaissances nouvelles en ce qui concerne la détection et la manipulation des explosifs. À cela, cette formation nous a été bénéfique. Elle nous a permis d'acquérir les capacités et les connaissances en matière des engins explosifs improvisés, notamment la manipulation, la détection et la destruction de ces engins explosifs improvisés. The knowledge acquired here will be distributed to my Mauritian comrades, and this course will help us in my career. Different skills, different tactics in weapon training, tactics, and so on, many disciplines. We have learned how to handle the weapon with care, fight in a built-up area, fight in an open area. They are professionals in their own fields, and we must appreciate what they are doing, and we thank them sincerely. So I would like to use this medium to thank the Egyptian government for organizing this in collaboration with the Egypt Police Academy. عقب انتهاء الدورات التدريبية أقيمت احتفالية للكوادر الأمنية الأفريقية بمناسبة تخريجهم مع تكريم أوائل المتدربين. They have given to us. I thank the police academy for the provision they have made to us, the environment, the comfort, the effort they have put together to make sure that we have this course. And finally, I have to thank the Minister of Foreign Affairs. It's been interesting. And this cause is worthwhile. D'abord, je remercie tout le peuple égyptien et son président, son excellence Abdel Fattah al-Sissi, les autorités de l'Académie de police égyptienne qui nous ont conduits tout le long de ce stage. أما بالنسبة لجولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، واللي منها تعميم برنامج التنمية المحلية على محافظات الصعيد خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى انتهاء العمل ب 13 مجمع خدمي في الأقصر، وإطلاق مبادرات تطوعية لتنظيف الشواطئ بمشاركة ذوي الهمم في اسكندرية، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة امبارح، أبرزها تصريحات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللي أكد فيها الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية على محافظات الصعيد خلال 3 سنين. امبارح سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان 8979 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بمدينة العالمين الجديدة والمسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح. الوثيقة دي بتغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، وده بعد رفع قيمتها التأمينية من 100,000 ل 200,000 جنيه. في الإسكندرية كلف المحافظ اللواء محمد الشريف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون والتنسيق مع مبادرات المجتمع المدني اللي بتخدم البيئة، خاصة مبادرة تنظيف شاطئ سيد درويش المجاني من المخلفات الضارة، واللي شارك فيها 40 متطوع من بينهم 15 من ذوي الهمم، واللي بتستهدف التخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. في جنوب سيناء تفقد المحافظ اللواء خالد فودة محطة نبق جلوبال لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجا وات بالتعاون مع المحافظة ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للتنمية السياحية، وقال إن المرحلة الأولى هتنتج 10 ميجا وات وهيتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر اللي جاي. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية برتباط التابعة لمركز مغاغة، وتم توقيع الكشف الطبي على 1755 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان. في الوادي الجديد تم افتتاح حديقة 30 يونيو الترفيهية بوسط المدينة على مساحة 5000 متر مربع،
الحديقة بتضم ملعب كرة قدم وحمام سباحة ومسطحات خضراء وبرجولات وكافيتيريا لخدمة المواطنين. في الأقصر تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمانت، واللي بيتم فيهم تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن. في شمال سيناء شهد المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بدء جني محصول الزيتون، وده خلال زيارته إلى إحدى المزارع في منطقة السكاسكا شرق مدينة العريش. في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة تفعيل المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج كبار السن من خلال 13 منشأة صحية كمرحلة أولى في 9 إدارات صحية، هي بنها، طوخ، أليوب، الخنكة، كفر شكر، القناطر الخيرية، العبور، شبرا شرق وشبرا غرب. في المنوفية تم البدء في تنفيذ حملة تشجير موسعة على جانبي الطرق والشوارع والمحاور الرئيسية، وده لزيادة المساحات الخضراء والإطفاء مظهر حضاري. وجه المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون رؤساء المدن بوضع تصورات قابلة للتنفيذ بالأماكن اللي تصلح لإقامة حدائق ومتنزهات عامة بنطاق المحافظة.